وكناية، يبقى ضربان صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما تحتمل غير، ولو تلفظ الزوج بالصريح وقال لم أرد به الطلاق لم يقبل. فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق وما اشتق منه، قد طلقتك أنت طالق ومطلقة كل دي، والفراق والسراح، كفارقتك أنت مفارقة، وسرحتك وأنت مسرحة. ومن الصريح أيضا الخلع إن ذكر المال، وكذا المفاداة. ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، ويستثنى المكره على الطلاق، فصريحه كناية في حقه، إن نوى وقع وإلا فلا. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية، فإن نوى بالكناية الطلاق وقع وإلا فلا. وكناية الطلاق كأنت برية خلية في الحق بأهلك، وغير ذلك مما هو في المطولات. نشوف كلام الشيخ البيجوري على هذه الفقرة. فصل في أحكام الطلاق. أي ككونه يفتقر إلى نية، أي ككونه يفتقر إلى نية في الكناية، ولا يفتقر إليها في الصريح وغير ذلك يعني من الأحكام. وأما كونه مكروها أو حراما أو واجبا أو غير ذلك من بقية الأحكام فسيذكره الشارح فيما يأتي. والأصل فيه قبل الإجماع، يعني الدليل فيه قبل الإجماع، الكتاب اللي هو القرآن الكريم، كقوله تعالى: الطلاق مرتان، أي عدد الطلاق التي تملك الرجعة بعده مرتان، فلا ينافي أنه ثلاث. وقد سئل صلى الله عليه وآله وسلم: أين الثالثة؟ فقال: أو تسريح بإحسان، هذه الثالثة، أو تسريح بإحسان. ولذلك قال الله تعالى بعد ذلك: فإن طلقها، يعني بعد المرتين، يعني طلقها الثالثة، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والدليل الثاني من السنة، يبقى الدليل الأول من الكتاب، والدليل الثاني من السنة، والدليل الثالث الإجماع، لأن قال بقى إيه قبل الإجماع، يبقى ذكر الإجماع. والسنة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق. والمراد بالحلال في هذا الحديث الشريف المكروه، لأن المباح اللي ربنا يبغضه يبقى مكروه كده برضه، طالما قال لك حلال وربنا يبغضه بقى مكروه، ما بقاش مطلق مباح. والمراد بالحلال في هذا الحديث الشريف المكروه، فإنه حلال بمعنى جائز، لكنه مبغوض لله لأنه نهى عنه نهي تنزيه. والطلاق بالنظر للمكروه منه من جملة الحلال بمعنى المكروه، لكنه أشد بغضا إلى الله من غيره من المكروه، لما فيه من قطع النكاح الذي طلبه الشارع، فاندفع بذلك استشكال الحديث لأنه يقتضي أن الحلال مبغوض لله والطلاق أشد بغضا منه، مع أن الحلال لا بغض فيه. والمراد من البغض في حقه تعالى عدم الرضا وعدم المحبة، وهو لفظ جاهلي، يعني الطلاق لفظ جاهلي، وهو يعني الطلاق لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره. وأركانه خمسة. كان في الجاهلية يطلق، لكن إلى غير عدد، ممكن يطلق ويرد 100 مرة، ده في الجاهلية، جاء الإسلام حدده بعدد. وكان في الجاهلية له أن يجمع بين الزوجات بغير عدد، وجاء في الإسلام وحدد 4، ولا يجوز الجمع بين أكثر من 4. وما زال في الديانة اليهودية الجمع يجوز بغير عدد إلى يومنا هذا في الديانة اليهودية. غير عدد، ما علشان كده يعني قبل الإسلام، وفي الجاهلية يعني معروف قبل الإسلام، قبل الشرع بتاعنا الشرع الإسلامي. جاء الشرع بتقريره. وأركانه خمسة: صيغة،
وقد ذكرها المصنف بقول والطلاق ضربان إلى آخره، ومحل وولاية عليه وقصد ومطلق. يبقى إيه؟ خمسة أركان: صيغة ومحل، يعني لازم إيه الصيغة دي تجد محل عشان تنفذ. واحد بيطلق وهو مش متجوز، يبقى اللفظ لا يجد محل، مفيش امرأة أصلا عشان يقع عليها، يبقى لازم فيه صيغة وفي محل يقع عليه الطلاق وولاية عليه، ويكون عنده ولاية على نفسه، يعني لو كان قاصر ما يعرفش يطلق لأنه مش ولي على نفسه. واضح؟ يبقى لازم يكون عنده ولاية يعني تصرف، وقصد ويكون قاصد، ومطلق اللي هو بقى إيه اللي يطلع منه الصيغة. واضح؟ قول: وهو لغة حل القيد أي فكه، سواء كان ذلك القيد حسيا كقيد البهيمة أو معنويا كالعصمة. فلذلك كان المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لأن القيد فيه معنوي فقط كما هو القاعدة الغالبة. ومن المعنى اللغوي قولهم ناقة طالقة أي محلول قيدها، أي محلول قيدها إذا كانت مرسلة بلا قيد. ومنه ما في قول الإمام مالك: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتفكها بين الخلائق طالقة، يعني مطلوقة. طالقة هنا بمعنى مطلوقة، يعني فاعلة بمعنى مفعولة. وشرعا اسم لحل قيد النكاح أي لحل عصمة النكاح، فالقيد هنا معنوي كما علمت، يعني النكاح أنت لما بتنكح ما بتجيبش قيد كده حسي وتقيد بيه زوجتك وتربطها في البيت، لكن ده القيد ده معنوي حكمي. فيبقى الطلاق حل القيد الحكمي ده اللي هو المعنوي اللي هو غير الحسي، وبالتالي يبقى معناه اللغوي أوسع لأن يشمل الحكمي والحسي في اللغة، أي لحل عصمة النكاح. فالقيد هنا معنوي كما علمت، وإنما عبر بالقيد ليكون أنسب بالمعنى اللغوي لما علمت من أن القيد في المعنى اللغوي شامل الحسي والمعنوي، وفي المعنى الشرعي معنوي فقط. وبهذا تعلم رد قول المحشي: ولو قال كغيره وشرعا حل عقد النكاح لكان أولى وأنسب، على أن عبارته تحوج إلى أن إضافة عقد للنكاح للبيان. نعم تعبيره بالعقد أصلح في المراد، وكان على الشارح أن يزيد كما زاده الشيخ الخطيب بلفظ طلاق أو نحوه، لأن تعريفه من غير هذه الزيادة يشمل الفسخ بعيب من عيوب النكاح، وهو لا يسمى طلاقا. يعني أنت ما تقول شرعا حل قيد النكاح وخلاص، طب ما هيدخل فيه الفسخ للعيب وده مش طلاق. وعلشان كده الخطيب الشربيني قال ايه؟ زود كلمة حل قيد النكاح بلفظ الطلاق او غيره عشان ايه؟ يخرج الفسخ. وأما قول الدميري: لنا طلاق بلا صريح ولا كناية، وهو اعتراف الزوجين بفسق الشهود. يعني الدميري بيقول لك زي فزورة كده، بيقول عندنا طلاق لا هو صريح ولا كناية. إيه هو يا عم الشيخ؟ يقول لك هو اعتراف الزوجين بفسق الشهود حال العقد، فهو مردود بأنه يتبين به أن لا نكاح بينهم، لأن يشترط عشان عقد الزواج يتم صحيحا عدالة الشهود، فهم معترفين أن الشهود دول كانوا فسقة، يعني سكير، تارك صلاة، يشرب إيه، يلعب القمار، غير مسلم أصلا، يبقى متأكدين من عدم عدالة الشهود وعارفين كده كويس، يبقى هو ده ما تمش عقد أصلا.
يتبين بي أن لا نكاح بينهما، لأن اعترافهما بذلك يقتضي عدم انعقاده، فلا طلاق بل ولا فسخ. وعشان كده كلام الدميري بيقول لنا طلاق بلا صريح، ولكننا نقول له ده مش طلاق أصل، لأنه عشان يبقى طلاق يا مولانا يا دميري رحمك الله، والدميري نسبة لدميرة، ودي قرية من قرى مصر، وليه كتاب كبير اسمه حياة الحيوان الإمام الدميري مشهور ومطبوع. نقول له يا إمام أنت بتقول ده طلاق، لا هو صريح ولا كناية إذا اعترف الزوجان بفسق الشهود. نقول له ده ما اسموش طلاق لأن ما فيش عقد أصلا، علشان نقول في طلاق. ده احنا الطلاق لازم حل قيد النكاح، هو لم يتم أصلا قيد، ما هو القيد هو العقد. وفي الحالة دي يا مولانا ما تمش، ليه؟ بسبب فسق الشهود، خدت بالك؟ فهو مردود، يبقى كلام الشيخ الدميري مردود بأنه يتبين به أن لا نكاح بينهما، لأن اعترافهما بذلك يعني بفسق الشهود يقتضي عدم انعقاده، فلا طلاق بل ولا فسخ برضه، لأن الفسخ يقتضي وجود عقد، وده ما فيش عقد أصلا. فقول المحشي بأنه فرقة فسخ على الصحيح غير صحيح، يعني في صورة فسق الشهود يقول لك ده فرقة فسخ، قال له برضه كلام المحشي مش فسخ، ما هو الفسخ برضه يقتضي وجود عقد غير صحيح. ولعل المراد به التفريق بينهما لتبين عدم صحة النكاح أصلا، حتى لو حصل وطئ في هذه الحالة، فإن كان حال الوطئ عالمين بذلك كان زنا. طب افرض ما كانوش عالمين بفسق الشهود، يبقى ايه؟ وطئ شبهة، يبقى وطئ شبهة، واضح؟ قوله ويشترط لنفوذه، يعني لنفوذ الطلاق، اي وقوعه في محله ولو معلقا، يبقى النفوذ اما ان يكون منجزا او معلقا، فيشترط لنفوذه في محله ولو معلقا. فلو قال وهو صبي إن بلغت فأنت طالق، يعني واد صبي تزوج، كان زمان يجيز هذا في الشرع، الشرع يجيز، لكن الحاكم له أنه هو إيه؟ يمنعه بسبب سوء استخدام الحق. لكن زمان أيام الشيخ البيجوري ما كانش الحاكم بيمنع الحكاية دي، سايب الناس تتجوز في أي سن، يزوجوا أولادهم في أي سن ويطلعوا أولادهم في أي سن، كانت الحياة ماشية على كده. طيب افرض بقى عيل صغير تزوج وهو صبي، فقال لمراته ان بلغت فانت طالق، ان بلغت فانت طالق، او وهو مجنون قال لها ان افقت فانت طالق، فلا يقع الطلاق بعد بلوغه او افاقته. ليه؟ لانه لما قال اللفظ ده ما كانش اهل، قاله قبل البلوغ، فيبقى ما يعتبرش طلاق معلق، فلما يبلغ ما تطلقش برضه. والمجنون لما يقول كده وهو مجنون، لما يفيق لا يقع الطلاق برضه، لانه قاله بغير وعي، واضح؟ فلا يقع الطلاق بعد بلوغه او افاقته، لان قوله حال التعليق لاغ لا عبرة به، فلا يترتب عليه الوقوع عند وجود الصفة. قوله ويشترط لنفوذ التكليف، فلا يصح من غير مكلف كصبي ومجنون. وقول والاختيار، يشترط كمان الاختيار عشان طلاق المكره ايه؟ لا يقع، واضح؟ يبقى لازم الاختيار، فلا يصح من مكره بغير حق، مكره بغير حق، كما سيأتي ذلك في قول المصنف. واربع، لا يصح طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره. أربعة بقى لا يصح طلاقهم، دي تجمعها في ذهنك كده، الصبي والمجنون. طب يقول لك هو المجنون يتجوز؟ اه يتجوز واتجنن، ايه المشكلة؟ لأنه ما اتجوزش وحال جنانه، هو اتجوز وجاله مرض فبقى مجنون، فراح مطلقه وهو مجنون، ما يقعش طلاقه، يروح يتعالج ياخد علاج ويخف يبقى كويس. تروح للشيخ تقول له ده طلقني وهو مجنون يا عم الشيخ، لا لا ما وقعش الطلاق، جوزك برضه مفيش مشكلة، كويس؟ والنائم كذلك، هو نايم وفي ناس بتتكلم وهي نايمه،
وهو نايم كده ونايم متخانق معاه، فنايم متنكد يعني منها، لكن هو مش ناوي يطلع ولا حاجه، فبينفس على نفسه، فبيقول هو نايم اللي نفسه يقوله في الحقيقه بس ايه خايف، فهو نايم كده يقول ايه انت طالق انت طالق، فيجي يصحوه كده يقول انت نايم، يقول ايه انت قلت كذا، يقول لك انا مش داريان، يبقى ما يقعش خلاص، يبقى النائم كمان لا يقع. والمكره واحد ايه حط على دماغه المسدس كده وقال له طلع مراتك، طلع مراتك بقول لك والا هطخك، قام قال خلاص هي طالق وراح مش ما تطلقش، يروح بيته علي ومراته لا يقع الطلاق، زي قصه اللي حكيتها لك بتاع ايه اللي جات لايام سيدنا عمر بن الخطاب، راجل من اليمن ساكن فوق الجبل وكان ينزل بالحبل كل يوم يجيب طلبات في البيت ويرجع تاني، فهو في الطريق ماسك الحبل وربطه فوق، مراته مسكت السكينه وقالت له اقطع الحبل يا تطلقني، لما تقطع الحبل يعني معناه يموت، فقال لها خلاص انت طالق، ونزل جاب طلباته ورجع عرض الامر على سيدنا عمر، قال لا تطلق لانه مكره، طلقها وهو مكره، واخد بالك؟ يبقى اي اكراه ما ينفعش. قوله واما السكران، وارد على مفهوم التكليف، خد بالك ان السكران ده فاقد عقله زي المجنون بالظبط وزي النائم، لكن السكران كانما يقول لك ايه يشترك التكليف والاختيار، كان يجي في بالك طب والسكران؟ ما هو ده ما عندوش عقل برضه، فيجاوب لك على طول. السكر عندنا نوعين، سكر متعدي بسكره وغير متعدي بسكره. المتعدي بسكره يعني جايب الخمره وعارف انها خمره وبيشربها وسكر وطلعه وهو سكران، يقع طلاقه، يقع طلاقه عقوبا له، عقوبة له، كويس؟ ده المتعدي بسكر. طب هو ما يعرفش ان الازازه دي فيها خمره، ده جايبين ازازه عصير برتقان مالوها خمره وهو ما كانش عارف، وحطيناها في التلاجة، فتح التلاجة وجاي عطشان، افتكر عصير برتقال، قام قلبها كلها في بقه، وبعد ما شربها سكر وراح مطلق مراته. لا يقع طلاقه لأنه غير متعدي. لا يقع طلاقه ليه؟ لأنه غير متعدي، واضح؟ أو عنده مرض بيخليه زي السكران. أنت عارف ساعات بعض الأمراض زي قبل الغيبوبة الكبدية. يبقى بني آدم من دول ماشي مدروخ كده. دايخ ويخطرف. فيفرض هو في حالات الغيبوبة دي أو ما قبل الغيبوبة طلقها، يبقى إيه؟ لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه ليه؟ لأنه غير متعدي بسكري، أو هم ادوا له حقنة تخدير، حقنة التخدير بتخليه كده مدروخ زي السكران، فراح مطلقها وهو بيفوق من التخدير أو هو داخل في النوم بتاع التخدير، لا يقع إذا كان الحقنة دي واخدها علشان يعمل جراحة، إنما واخدها عشان يعمل دماغ، يبقى متعدي بسكري، فهمت؟ يبقى يقع، فهمت بقى المسألة؟ أما السكران وارد على مفهوم التكليف لأنه يقتضي أن غير المكلف لا يقع عليه طلاق، ومنه السكران فإنه غير مكلف كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم، إلا أنه يعامل معاملة المكلف تغليظا عليه، والكلام في السكران المتعدي بسكره، لأنه المراد عند الإطلاق بخلاف غير المتعدي فلا يقع عليه الطلاق، فلا يقع عليه طلاق. ولو قال السكران بعد الطلاق إنما شربت الخمر مكرها أو غير عالم بأنه خمر صدق بيمينه، صدق بإيه؟ بيمين، قول له طب احلف، فإذا حلف صدق بيمين. احنا قايلين السكران المتعدي بسكره غير مكلف لكن يعامل معاملة المكلف تغليظا عليه، يعني ايه؟ يعني لو كسر حاجة وهو سكران يتحمل ثمنها، كويس؟ لو قتل نفسه وهو سكران يتحمل الدية، واضح؟ طيب لو باع بيته وهو سكران، بيته باتنين تلاتة مليون جنيه وهو سكران مش دريان، قال له تبيع لي بيتك بمية جنيه،
قال له موافق معاك العقد؟ راح مضى، مضى العقد وهو سكران. يقع البيع تغليظا عليه، يعني لو راح للقاضي القاضي يحكم بصحة العقد. كل ده ليه؟ تغليظا عشان ما يعملش في نفسه كده. واضح؟ ادي معنى يعامل معاملة المكلف وان كان غير مكلف، تغليظا عليه. قوله فينفذ طلاقه عقوبة له، أي تغليظا عليه، وكذا سائر تصرفاته فيما له وعليه، ومثلها تصرفات المجنون المتعدي بجنونه، لأن هذا من قبيل ربط الأحكام بالأسباب لا من قبيل التكليف، لا، لكن مع مراعاة التغليظ على المتعدي لئلا يرد غير المتعدي. قوله والطلاق، أي جنس الطلاق المتحقق في قسميه، فصح الإخبار بقوله ضربان عنه، لأن الجنس المتحقق في قسمي بمنزلة المثنى. بس يقول والطلاق، ودي حاجة اهو واحدة، يقول ضربان نوعين اتنين، يعني حاجة مفرد يخليه اتنين، فاهم؟ يعني يقصد جنس الطلاق، أي جنس الطلاق المتحقق في قسميه، فصح الإخبار بقوله ضربان عنه، لأن الجنس المتحقق في قسمي بمنزلة المثنى، فاندفع ما يقال في كلامه الإخبار بالمثنى عن المفرد. واحد ممكن يعترض يعني. والمعنى أن ألفاظ الطلاق الذي هو حل العصمة قسمان، وأفهم كلام المصنف أنه لا يقع الطلاق بنيته من غير لفظ، فلا بد من التلفظ به. افرض هو نوى في نفسه أنه يطلق مراته، نوى في نفسه هو عزم لكن ما تلفظ، لا يقع طلاق كويس خالص، لا يقع طلاق طالما هو ما زال حديث نفس او عزم، يبقى لا يقع طلاق الا اذا تلفظ به، لازم يتلفظ به لفظ، ولو هو لوحده قاعد من غير ما يسمع حد، لكن سمع نفسه بلفظ، يعني حرك شفتيه ولسانه زي قراءة الفاتحة كده في الصلاة السرية، يبقى هنا يقع. كذلك النذر، النذر لا يقع بمجرد الايه؟ العزم وحديث النفس، لا يقع النذر الا بالتلفظ كويس. لكن واحد مثلا ايه قال في قلبه كده وهو ماشي يقضي مصلحه، لو ربنا قبل هذه المصلحه في قلبه، حبه خروف ووزعه لله، فربنا قضى المصلحه، مش واجب عليه يوفي لانه مش نذر طالما ما تلفظ. واضح؟ وأفهم كلام المصنف أنه لا يقع الطلاق بنيته من غير لفظ، فلا بد من التلفظ به، ولا بد أيضا من أن يسمع به نفسه ولو تقديرا. تقديرا يعني افرض أنه هو قال زوجتي طالق بمكان مليان ضوضاء، بحيث هو نفسه ما سمعش نفسه، يقول لك تقدير، لو ما فيش الضوضاء دي كان هيسمع نفسه، يبقى اسمه ايه؟ تقديرا، يعني نقدر ألا ضوضاء فهيسمع نفسه. فهمت بقى المسألة؟ أو هو قال باللفظ لكنه بقى سمعه تقيل، فلو كان سمعه سليم كان هيسمع، يبقى ده تقديرا. خدت بالك؟ أو قال باللفظ وكان صوته مبحوح عشان عنده التهاب في الحنجرة، عشان كان متخانق معاها امبارح وقعد طول الليل يتخانق معاها ويزعق ولم عليها الجيران، بصوته مبحوح تاني يوم، فقال بصوت ما يسمعوش الناس من كتر ما هو مبحوح، يبقى ده اسمه تقديرا، يقع الطلاق. كل دي تقديرا، فهمت بقى؟ عنده دور برد والحنجره تعبانه وقال بصوت مبحوح برضه ما يضرش، كل دي اسمها تقديرا. ولا بد ايضا من ان يسمع به نفسه ولو تقديرا، فان اعتدل سمعه ولا مانع من نحو لغط، فلا بد ان يرفع به صوته، ان يرفع به صوته بقدر ما يسمع نفسه بالفعل. وان لم يعتدل سمعه او كان هناك مانع من نحو لغط، لغط يعني ايه؟ الدوشه، ضوضاء، فلا بد ان يرفع صوته بحيث لو كان معتدل السمع ولا مانع يعني ولا لغط سامع، فيكفي سماعه تقديرا. وإن لم يسمع بالفعل. وعلى كل فلا يقع بتحريك لسانه به من غير أن يسمع نفسه،
يعني حرك لسانه بدون ما يسمع نفسه، بدون ما يخرج صوت نفس، يبقى ما ينفعش، ما يقعش الطلاق ده. حرك لسانه ولا حاجة، كأنه ما عملش حاجة. ما يروحش بقى للشيخ ويقول ايه ده انا قلت كده، مش ما انت ما قلتش، اصل ده ما اسموش قول. عشان يبقى قول لازم تتلفظ به. واضح؟ وعلى كل فلا يقع، يعني فلا يقع الطلاق بتحريك لسانه به من غير ان يسمع نفسه. وعلم من اعتبار اللفظ انه لا يقع بإشارة الناطق، خد بالك. اللي هو نطقه سليم لا يقع طلاقه بالإشارة. واضح؟ طالما نطقه سليم. وعلم من اعتبار اللفظ انه لا يقع بإشارة الناطق وان فهمها كل احد. كان قالت له طلقني، هي قالت له ايه؟ طلقني يا اخي. اما قال لك روحي، الاشاره دي كل الناس تفهم. هي بتقول له طلقني كده اهو، اما اشاره واضحه اهي. قالت لا يقع برك. لان ممكن الاشاره دي يعمل بيقول لهاش انت طلقه، ابعدي عني الليله دي، او استعاد، بس محتمل يقصد كده، او غوري من وشي بقى وريحيني، اي حاجه يحتمل كذا معنى. فهمت بقى؟ ايوه دي هنميزها بعد كده، لكن احنا بنتكلم في اللفظ نفسه. وعلم من اعتبار اللفظ انه لا يقع باشاره الناطق وان فهمها كل احد، كان قالت لو طلقني فاشار بيدي ان اذهبي، او باصابعي الثلاث له، لان أو قال لا، هي بتقول له طلقني، يعني قال لها مش مرة واحدة، ثلاثة. الإشارة توحي بكده؟ الإشارة توحي بكده؟ برضه لا، مالناش دعوة. كأنه بيقول لها، ما يمكن بيقول لها كده، طب اديني فرصة ثلاث أيام أفكر، تحتمل؟ محتملة برضه، مش شرط إن يبقى ثلاثة دي ثلاث طلقات يعني. فطالما تحتمل يبقى أنا مكويحش. أن اذهبي أو بأصابعي الثلاث، لأن عدوله عن اللفظ إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق، كونه هو قادر على التلفظ وأشار ومرش يتلفظ، دي قرينة تدل على أنه هو مش قاصد الطلاق. واضح؟ فهي لا تقصد، فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرا، ده من الناطق، يعني الإشارة لا تقصد من الناطق، الإنسان الناطق اللي عنده سليم في النطق للإفهام غالبا، في الغالب هو ما بيتعاملش مع الناس بالإشارة. ولذلك كانت لغو في جميع الأبواب، خد بالك، إلا في ثلاث أبواب بس بقى، دي تحفظها بقى، الإشارة للناطق تصح في ثلاث أبواب في الفقه بس، ولا تصح في كل الأبواب، في الإفتاء والإجازة والأمان، في الإفتاء والإجازة والأمان. يعني مثلا انت، انا قاعد بسبح كده وقاعد ساكت، فرحت انت واخد الكتاب ده من قدامي وقلت لي ممكن اخده يومين اقراه، رحت عملت لك يعني اجازتك، تمشي تاخده وتمشي، خدت بالك؟ او انت جاي هربان عامل جريمه برضه ودخلت هنا والناس بتجري وراك عايزه ايه؟ تقتلك وتريحنا منك، فرحت انت داخل الجامع قلت يا عم الشيخ انا فرد النبي احميني، وعم الشيخ قاعد بيقرا القران مشغول في القران، قام قال له ايه؟ يعني ادخل الاوضه دي، يبقى في الامان. كويس؟ يبقى تصح. او في الافتاء يجي مثلا يسالك يا مولانا انا قرات في الصلاه الفاتحه ولم اقرا اي سوره، هل الصلاه صحيحه؟ تقوم تقول له يعني صحيح، يقوم يصدق ويمشي، خدت بالك؟ يبقى يجوز الإشارة إيه؟ للناطق في ثلاث أحوال بس، في الإفتاء والإجازة والأمان. لكن الأخرس بقى اللي هو أصلا لا ينطق، إشارته المفهمة تقع بها الطلاق على طول، لأن هو ما ينطق، ولو كان قادرا على الكتاب كمان. يعني الأخرس إشارته المفهمة يقع بها الطلاق ولو كان قادرا على الكتاب،
مش تقول له طب اكتب، لا خلاص طالما اشار اشاره مفهمه انتهينا، بخلاف ايه الناطق. واما اشاره الاخرس فهي مثل اللفظ فيعتد بها ولو قدر على الكتابه في العقود كالبيع والحلول كالطلاق وغيرهما كالاقرار والدعوه، وتكون صريحه ان فهمها كل احد. واشاره الاخرس للطلاق لو فهمها كل واحد تبقى صريحه، طلاق صريح، ولو لا يفهمها الا قله والقله الثانيه يبقى كنايه، نساله عن نيته. وان اختص بفهمها الفاطنون فكنايه، وان لم يفهمها احد فلغو. ويستثنى من ذلك ثلاثه، الصلاه، خد بالك بقى احنا قلنا ان الاشاره المفهمه كلام مش كده، لكن في الصلاه مش كده، لو اشرت اشاره مفهمه وانت بتصلي ما احنا عندنا الكلام في الصلاه يبطلها، فتقول طب الاشاره المفهمه ما هي كلام، في بعض الايه المواقف بيؤخذ بها. فلو اشار في الصلاه صلاته صحيح ما تعتبرش كلام مبطل، خدت بالك. يستثنى من ذلك ثلاثه، الصلاه فلا تبطل بها، والشهاده فلا تصح بها، يعني عندما تشهد ما ينفعش تشهد بالاشاره، يقول لك مثلا القاضي شفت فلان بيقتل تقوم تعمل له كده، ما ينفعش، القاضي ما يقبلهاش، لازم تتلفظ تتكلم في الشهادة، ما ينفعش الإشارة، واضح؟ ولو إشارة صريحة واضحة برضه ما ينفعش. فلا تصح، والحنث فلا يحنث بها، فيما لو حلف لا يتكلم. أنا حلفت إن أنا مش هتكلم النهاردة لمدة 24 ساعة، مش هفتح بقي، مش هكلم حد، حلفت بذلك. فقام جه حد قال لي انت جعان اجيب لك اكل كده، يبقى لم احنث، لم احنث لاني ما اتكلمتش، لان انا حلفت الا اتكلم، وهنا انا اشرت ما اتكلمتش، خدت بالك. يبقى ويستثنى من ذلك ثلاثه، الصلاه فلا تبطل بها، والشهاده فلا تصح بها، والحنس فلا يحنس بها، فيما لو حلف لا يتكلم. ولذلك قال بعضهم إشارة الأخرس مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه، في الحنس والصلاة والشهادة تلك ثلاثة بلا زيادة. يعني الأخرس كلامه كله إشارات، الأخرس كل كلامه إشارة، لكن لو أشار في الصلاة لا تبطل صلاته، مع إن هو كلامه كله إشارة، ولو أشار في الشهادة لا تقبل شهادة الأخرس أصلا، واضح؟ وكذا الحنث، هو حلف ألا يتكلم فاستعمل الإشارة، لأنه ممكن يكون كلام الأخرس بالكتابة، واضح؟ فكل ده دي كلها تفاصيل، يعني تفريعات حول الموضوع يعني، لكن هو الامام البيجوري بيحب يفتح لك مواضيع مختلفه، لكن خرجنا عن موضوع الطلاق، نرجع لموضوع الطلاق. من حيث التلفظ او الصيغه هو ضربان، يعني ايه؟ ضربان يعني نوعان، وفي نسخه قسمان والمعنى واحد، وقوله صريح وكنايه بدل من قوله ضربان او قسمان، ويشترط في كل منهما قصد اللفظ لمعناه عند وجود الصارف، وإن كان الأول لا يشترط فيه قصد الإيقاع. الأول اللي هو اللفظ الصريح ما يشترطش فيه لفظ قصد الإيقاع، طالما صريح ما اسألوش عن قصد، واضح؟ والثاني اللي هو الكناية يشترط فيه ذلك اللي هو قصد الإيقاع اللي هي نيته، واضح؟ كما سيذكره المصنف، فلا يقع على من سبق لسانه إليه ولا على الحاكي كلام غيره. الحاكي كلام غيره اللي هو إيه؟ واحد بيحكي بيقول لمراته، تصوري أنا كنت قاعد مع صديقي النهارده راح قال لمراتي أنت طالق، وبيشاور كده على مراته، ده بيحكي لك، مش هي تصدقت؟ ما تصدق هي، تقول له كده الحمد لله طلقتني، ما هو بقى مطلع روحها آخر زي صح، ما ينفعش لأنه بيحكي، هنا ده بيحكي، خدت بالك؟ كذلك الايه
استفادوا بيها في التمثيل. يعني كان زمان بعض الممثلين يبقى متجوز في الحقيقة زوجته اللي بتمثل معاه، وفي الفيلم بيطلقها، في الفيلم مش في الحقيقة. فهل تقع ولا لا تقع؟ بعض العيال اللي مش دارسة الفقه يقول لك كده يقع الطلاق، مش قال لها أنت طالق باللفظ الصريح كده، فوجدت محل وهي زوجته في الحقيقة. نقوم نقول له إيه؟ لا ده بيحكي القصة فلا يقع طلاقه لأنه بيحكي. مش معنى كده أن التمثيل حلال، إحنا عند مذهبنا حرام، التمثيل حرام في مذهبنا، لكن لا يقع به الطلاق. ليه؟ لأنه حاكي، بيحكي، بيحكي القصة. أنت بقى إزاي؟ فدي نقطة مهمة. وإن كان فبيقول هنا إيه؟ فلا يقع على من سبق لسانه إليه، ولا على الحاكي كلام غيره. يعني سبق لسانه إيه؟ يعني جاي يقول لها مثلا حاجة فسبق لسانه قال لها أنت طالق. جاي يقول لها أنت حلوة فتلاقيك منه أنت طالق. سبق لسانه. فهمت؟ لأنه طول النهار قاعد في لجنة الفتوى، قاعد بيفتي في الطلاق. فطول النهار اكتر كلمه بيسمعها طالق طالق طالق، ويا عم الشيخ عامل ايه طالق؟ عم الشيخ بيسمع طول النهار كلمه طالق. الموعد الساعه 9، اي مكالمه تجي لي النهارده الساعه 9، خدت بالك؟ يبقى ايه قالها؟ بسبق اللسان، واضح؟ ما تقعش. قالها حكايه، ما تقعش، لا تقع. وأما عند عدم الصارف فلا يشترط قصد اللفظ لمعناه. لو ما فيش بقى حاجة تصرفها كعدم القصد إنها أو إن الحكاية وهي لفظ صريح، ساعتها بقى مش هسأل، لأن يقع طلاق الهازل. كويس؟ فلا يشترط قصد اللفظ لمعناه، ولذلك يقع على الهازل واللاعب. ومن ظن مخاطبته أجنبية فإذا هي زوجته. يعني واحدة لابسة لبس ومغطية وشها وبتكلم الراجل على انها امرأة اجنبية، كويس، وهو ما عرفش انها مراته، مغيرة بقى صوتها وبتلعب عليه. فقام ايه؟ راح قال لها على فكرة تعرفي، بتحكي له اي حاجة مثلا، فقال لها انت تعرفي انت لو كنت مراتي تبقي انت طالق. طلعت مراته، وقع الطلاق. راحت رافعة له الايه؟ النقاب. قال له ده انا مراتك اهو. هو يظن انها اجنبيه. فيقع. ليه؟ لانه لفظ صريح. خدت بالك؟ ناخد بالنا من الحاجات دي لانها بتقع. يعني كنت زمان وانا ساكن في المنيل جالي واحد بيسالني سؤال زي ده ايام ما كنت بدي دروس في قايتباي من اكثر من 15 سنه. واحد متجوز بقاله شهر بس، ومراته قاعدين مع بعض يعني بيتعشوا، عريس وعروس بقالهم شهر مبسوطين ببعض مش ناويين يطلقوا ولا حاجة. قامت هي بتقول له ايه؟ هبلة، عيلة هبلة. بتقول له هو معقول بعد الحفلة اللي عملناها الكبيرة دي كلها والزواج والعفش وقاعدين بقالنا سنة بنوضب بسهولة كده لو قلت لي انت طالق نطلق كده نطلق؟ بقى معقول كده؟ قال لا مش معقول. قالت له طيب الا ما تقول لي. اما قال لها طب انت طالق. حاجه غريبه يعني، هبل، عيال هبل. فجولي طبعا، وسوء عملهم ان يجولي بقى، فطبعا انا اطلع على طول. فبيحكوا لي الحكايه، قلت له انت قلت ايه؟ قال لي قلت طالق. قلت له انت قلت بالقاف ولا قلتها بالهمزه طالق؟ قال لي لا قلت طالق. قلت له خلاص طلقت وردها واتحسبت عليك مرة، فاضل لك كمان مرة وبعد كده خلاص مش هتعرف تردها تاني. يعني استهلك طلقة في شهر واحد، امال بعد سنة هيعمل بعد سنة هيبقى مسكين خالص. فيعني ما ينفعش التلاعب في الحاجات دي، غلط. مفيش حاجة اسمها ايه تتلاعب في الحاجات دي. ومن ظن مخاطبته أجنبية فإذا هي زوجته، فيقع الطلاق طالما لفظ صريح.
واضح؟ وقوله فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، أي ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق، ولذلك لا يحتاج إلى نية كما سيأتي. وغرض الشارح بذلك بيان ضابط الصريح، وما سيأتي في كلام المصنف هو بيان لأفراده، فلا تكرار، فبذلك سقط قول المحشي، سيأتي في كلام المصنف فذكره هنا تكرار فتأمل. نعم يقال ذلك في الكناية، لأن المصنف سيذكر تعريفها فيكون تعريف الشارح لها تكرارا، لكنه لما عرف الصريح ناسب أن يضم إليه تعريف الكناية تعجيلا للفائدة. قوله هو الكناية ما تحتمل غيره، أي ما تحتمل غير الطلاق، ولذلك تحتاج إلى نية كما سيأتي. قوله ولو تلفظ الزوج بالصريح كان حقه التفريع، ولذلك قال الشيخ الخطيب فلو قال الزوج لم أنوي الطلاق إلى آخره وقوله لم يقبل، كان الأولى أن يقول لم يمنع من الوقوع، يعني لم يمنع قوله إني لم أرد به الطلاق، طالما صريح لا يقبل قوله ده، قل له وقع بره. أن يقول لم يمنع من الوقوع، لأن عدم إرادته الطلاق مع الصريح لا تمنع الوقوع، وإن قبل منه بمعنى أن صدقناه في أنه لم يرد الطلاق. إحنا مصدقين إنه لما قال اللفظ الصريح ده وقال أنا ما أقصدش، مصدقين إنه ما يقصدش، بس الشرع بيقول يقع، نقول له وقع، إحنا مصدقينك يا عم أنت ما تقصدش، بس طالما اللفظ صريح الشرع بيقول لك يقع، يبقى الطلاق وقع، خدت بالك؟ وإن قبل منه يعني تصريحه بأنه لا يقصد، بمعنى أن صدقناه في أنه لم يرد الطلاق، لكننا نحكم بالوقوع، بل لو أراد عدم الطلاق وقع أيضا. ولو عقب الصريح بما يخرج، ولو عقب الصريح بما يخرجه عن الصراحة كان كناية. لو قال أنت طالق مثلا وعقب بحاجة تانية فخرجته عن الكناية، فقال لها مثلا إيه، كما لو قال أنت طالق من الوثاق، يعني من الرباط اللي أنت فيه ده، أنت طالق من الوثاق، وثاق العمل، يمكن هي بتخرج كل يوم فبيقول لها عودي في البيت وأنت طالق من الوثاق، يعني أو كان في بينهم وبين بعض عهد على حاجة معينة، فقال لها أنت طالق من الوثاق، يعني من ميثاق العقد اللي بيننا وبينك في العقد التاني ده، اللي هو متفقين على شركة، متفقين على شيء، يبقى طالما هو أضاف لي حاجة تخرجه عن الصريح بالإضافة يبقى خرج عن لفظ الصريح، وكان كناية. كما لو قال أنت طالق من الوثاق أو من العمل أو سرحتك إلى الغيث أو علي الطلاق من ذراعي أو من فرسي أو من رأسي أو نحو ذلك، فإن قصد الإتيان بهذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق لم يقع، وإلا وقع، ووقع السؤال عما إذا قال لزوجتي تكوني طالقا، لا تكوني طالقا، هل هو صريح أو كناية؟ لا تكوني طالقا، طب تكوني طالقا يعني في المآل ولا في الحال ولا أنت، يعني ايه كلمة تكوني طالقا يعني، ولا تكوني طالقا ان وافقتي او اردتي، يعني يقصد ايه بكلمة تكوني طالقا، فهمت؟ اذا قال لزوجتي تكون طالقا هل هو صريح او كناية؟ والجواب ان هذا اللفظ كناية، فان قصد به وقوع الطلاق في الحال طلقت، يبقى ما يقول لها تكوني طالقة نقول له تقصد ايه، تقصد ايه من كلمة تكوني طالقة، يعني في الحال ولا بعد سنة ولا لو فعلت شيء معين، ولا تكون طالقة إذا أرادت أن تطلق نفسها، يعني تقصد إيه؟ فلو قال أقصد الطلاق يقع، واضح؟ وإن أراد الطلاق في المستقبل فهو وعد لا يقع به شيء ما لم يكن معلقا على صفر، كأن يقول إن دخلت الدار تكوني طالقا، لو علقه على صفر يبقى يقع بوقوع إيه؟ القيد ده، يبقى طلاق معلق، وإلا فهو صريح، وإن نوى به الأمر وأنه على تقدير اللام فكأنه قال لتكوني طالقا وقع حالا، لأنه إن شاء وهو يقع في الحال، ويعلم من ذلك أن قوله كوني طالقا يقع في الحال، لأنه إن شاء صريحا
لكن لا ينبغي إفتاء العام في مسألة تكوني إلا بالوقوع، لأن الظاهر من حالي أنه لا يقصد إلا الوقوع في الحال. العام ده ما يعرفش بقى تفاصيل اللغة، فلما يجي يقول لك يقول أنا قلت لامرأتي تكوني طالقة، العام ما يعرفش يقصد إيه، يعني أنت معلقها على حاجة ولا مش معلقها على حاجة، ولا أنت قصد إيه، ولا أنت قلت إيه، ما يفهمش. العام يقول كده يبقى قصد يطلق، خلاص يبقى طلق. واضح؟ قوله فالصريح ثلاثة ألفاظ، أي فالصريح بنفسه ثلاثة ألفاظ، هو خمسة الحقيقة، لكن هنا جايب لك ثلاثة، هيجيب لك اثنين بعدين، اثنين يقع بيهم الطلاق واثنين يقع بيهم الخلع إذا ذكر المفاداة، وإن لم يذكر المفاداة وقع طلاقا. لو قال خالعتك ولم يذكر المقابل وقع طلاقا رجعيا زي ما قلنا، فاكر أنت؟ يبقى برضو يقع. ولو قال فاديتك ولم يقل بكذا وقالت قابلت، أو فاديني فقال قابلت ولم يذكر مقابل، فهو في ظاهره خلع، لكن بعدم ذكر المقابل يبقى إيه؟ يبقى طلاق رجعي. واضح؟ فالصريح ثلاثة ألفاظ، أي فالصريح بنفسه ثلاثة ألفاظ، فلا يرد الخلع والمفاداة لأنهما صريحان بذكر المال كما سيذكره الشارح، ومثل ذكره نيته كما مر. ولا يرد نعم جوابا لمن قال أطلقت زوجتك قاصدا التماس، قال أطلقت أو أطلقت زوجتك قاصدا التماس الإنشاء فيقع بها الطلاق. وهي صريحة لأنها قائمة مقام طلقتها فليست زائدة. يعني واحد بيقول له أطلقت زوجتك فقال نعم، واضح؟ يبقى هنا يقع بها الطلاق فليست زائدة. وإذا نظرنا لعد ذلك من الصريح، كان الصريح خمسة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح والخلع والمفاداة مع ذكورة المال أو نيته. ونعم وكلمة نعم يعني في قوله أطلقت زوجتك فقال نعم، المذكورة في جواب السؤال مع قصد السائل التماس الإنشاء. قول الطلاق فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق أي فيما إذا جعله مبتدأ، كأن قال الطلاق لازم لي أو واجب علي، بخلاف قوله فرض علي فهو كناية. يعني لما يقول الطلاق كويس، فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق وما اشتق منه. قال لا مثلا إيه، بتقول له طلقني، قال أنت الطلاق، ما قالش طالق مثلا، قالها كده، فيقول لك خلاص كأنه بيقول الطلاق إيه واقع أو لازم لي أو واجب علي، بخلاف قوله فرض علي. لو قال فرض علي اعتبار لو هو اعتبرناه إن هو مبتدأ يعني فهو كناية، لأن الفرض قد يراد به المقدر نظرا للعرف في ذلك. ولو قال علي الطلاق وسكت فقال الصيمري إنه صريح وهو الحق. خد بالك أصل كلمة علي الطلاق دي الشافعي عندهم فيها ثلاث أوجه: الراجح أنه صريح، الراجح أنه صريح ولكن لا يفتى به، ما بيفتوش بالإيه بدأ ليه عشان مش عايزين يخربوا البيوت، لكن هو الراجح بيهم أنه صريح علي الطلاق. فيبقى اللي قالوا صريح نظروا للفظ الطلاق فقال ده الطلاق ده صريح. طيب واللي نظروا لكلمة علي يعني يلزمني فكأنه نذر فخلوه يمين، واللي نظروا للتركيب بين علي الطلاق قالوا ده كناية فنسألوا على نيته. واضح؟ يبقى ثلاث أوجه. الوجه الأول نظر للفظ الطلاق فقال هو صريح يقع،
اللفظ الثاني نظر لقول علي، وعلي توحي بالنذر والأيمان واليمين، فيبقى حكمه حكم اليمين. والوجه الثالث نظر للتركيبة بين كلمة علي الطلاق، فهي تحتمل حاجات كتيرة تبقى كناية. واضح؟ فهمت؟ حاليا في دار الإفتاء بيعتبروه يمين، وهو أضعف الوجوه. أضعف الوجوه ليه؟ لعموم البلوى، من أجل عموم البلوى بيعتبروه يمين، يقولوا كفر عن يمينك وخلاص، اطعم 10 مساكين. واضح؟ يقول لها علي الطلاق، ما انت ايه؟ ما انت رايحة لوالدتك النار، تروح رايحة لوالدتك. يوم وتاني يوم يروح دار الإفتاء. واضح؟ يروح عند الشيخ، يا عم الشيخ امبارح انا قلت لمراتي علي الطلاق ما تروحي لوالدتك، ما سمعتش كلامي واستغلت ان انا دخلت نمت وانا جاي تعبان من شغلي، قمت بالليل اشرب لقيتها مش موجودة في الشقة، بطلبها على الموبايل قالت لي عند والدتي. شوف المناكفة يا عم الشيخ، نعمل ايه احنا في المسألة دي؟ يوم الشيخ لو كان شافعي ويفتي بالراجح يقول له طلق، لو كان شافعي بيفتي بالوجه الراجح، فهمت؟ طيب، ولو كان بيفتي بالوجه المرجوح يقول له كان قصدك ايه؟ تطلق يعني لو راحت لوالدتها، ولا تقصد التهديد؟ قال له لا انا اقصد التهديد، قال له خلاص ما يقعش حاجة. والرأي الثالث اللي هو بقى بيفتوا بيهم لانه اسهلهم، يقول له ايه؟ يقول له خلاص ده كانك انت حلفت عليها وحنست، يبقى اطعم 10 مساكين وخلاص. ما عندكش استعداد تطعم 10 مساكين لانك انت فقير، يبقى صوم 3 ايام. فهمت بقى المساله ماشيه ازاي؟ فنبعد عن الالفاظ دي عشان ما نقعش في ازمه ونقع في خلاف بين الفقهاء، لان الراجح انه وقع، الراجح انه وقع. ولو قال علي الطلاق وسكت، فقال الصيمري انه صريح وهو الحق. خدت بالك بقى، وهو الحق. يبقى الصيمري ده بيفتي بايه؟ بالوجه الراجح، خلافا لمن قال انه كناية. وفيما اذا جعله مفعولا كأوقعت عليك الطلاق، او فاعلا كقوله يلزمني الطلاق، فهو صريح ايضا، بخلاف ما لو جعله خبرا كقوله انت طلاق، أو الطلاق، أنت طلاق أو أنت الطلاق، فليس بصريح بل كناية، لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعا. وكذلك إذا قال أنت فراق أو صراح فهما كنايتان، فقولهم المصادر كناية محمول على ما إذا استعملت أخبارا لا مطلقا كما اشتهر. يعني المصادر، المصدر الطلاق لو استعمل مبتدأ يقع، لكن لو استعمل خبر كناية. فهمت بقى المسألة؟ يبقى لازم اللي بيقول يكون فاهم اللغة العربية يعني، لأنه هو في الحالتين لو مبتدأ مرفوع ولو خبر برضه مرفوع، نقول له أنت تقصد خبر لمبتدأ مقدر ولا هو يعني عالم في اللغة العربية بقى. ولكن في الغالب الناس دي ما عندهاش علم باللغة العربية بالتفاصيل. فهمت بقى؟ لا مطلقا كما اشتهر. وترجمة الطلاق بالعجمية والمراد بها معنى العربية صريحة. يعني هي بتقول له طلقني، أم قال لها you are divorced بالانجلش. الله، ايه ده؟ ترجمها يعني، تحصل ايه؟ لشهرة استعمالها تبقى صريحة. اذا كان كلمة divorce دي مشهورة قوي بينهم، وهي اصلا خريج جامعة امريكية وفاهم الانجليزي تمام اروبا يعني، وهو رافر زيها نص كلامه عربي على نص انجليزي، وعايشين حياتهم كده فرانكو قراب مع بعضهم، يبقى يقع صريح خلاص، لانه تم به الافهام. فهمت؟ لشهرة استعمالها فيه عند اهلها فهي صريحة، وان احسن العربية دون ترجمة الفراق والصراحة. لكن الفراق والصراح لو قالها مترجمة معناها الفراق، واخد بالك، يبقى ايه؟ يبقى ما تاخدش كلمة الصريح معنى الصريح.
حتى ولو كان او استراح يعني سرح، واخد بالك؟ بي اواي فروم مي، لكن يعني كوني بعيدة عني، ده دي كناية. كناية بقى تسأله تقصد ايه بالكلمة دي، فاهم؟ يقول انا اقصد اطلقها، خلاص واقع الطلاق. لا انا ما اقصدش اطلقها ولا حاجة، بس كنت ساعتها اتضايق وعايز تبعد عني شوية، خلاص يبقى ما جراش حاجة، ما حصلش حاجة، ابعدي عنه شوية. يروح الشيخ يقول لمراته ايه ابعدي عنه شوية، خلاص ما حصلش حاجة. فهمت بقى؟ فإنها كناية لضعفها بالترجمة مع الاختلاف في صراحتهما بالعربية. قول واشتق منه يعني يكون اشتق من لفظ الطلاق، يعني ظاهر صنيعه حيث عطفه ولم يقل أي ما اشتق منه. كما قال الشيخ الخطيب أن المصدر صريح أيضا، وهو كذلك، طلاق ده مصدر، مطالق ومطلقة لمشتقات كده برضو. وكذلك حيث لم يقع خبرا عن الزوجة كما علم مما قررناه، فاندفع بذلك قول المحشي صوابه حذف الواو، لأن المصادر الثلاث كنايات، والصريح هو ما اشتق منها، لأنك المصادر الثلاث اللي هي ما تأتي يعني خبر، مش كده برضه، أو فاعل، أو تأتي مصدر نفسها، مش كده؟ بالأمثلة اللي قالها، إلا لما تكون مبتدأ. والصريح هو ما اشتق منها، لأنك قد عرفت أن محل كون المصادر كنايات إذا وقعت أخبارا، بخلاف ما إذا وقعت مبتدآت أو مفعولات أو نحو ذلك فإنها صرائح. قول قد طلقتك، التفاصيل اللي فاتت دي كلها مش مفيدة في زماننا ده، لأن الناس ضعيفة في اللغة. كانوا زمان اللغة قوية، ومعظم الناس حافظة قرآن، ومعظم الناس عدت على الأزهر درس فيه قد 6-7 سنين، وبعدين اللي كمل بقى عالم، واللي ما كملش بقى حاجة تانية، فكل الناس عندها وعي يعني. إنما دلوقتي خلاص الناس حتى بيتخرج من كلية اللغة العربية هو ما يعرفش عربية، يعني بقت المستوى بقى ضعيف. قولك طلقتك، وكذا لو قال طلقك الله، ومثل ما لو قال لغريمي أبرأك الله، أو لأمتي أعتقك الله، بخلاف ما لو قال باعك الله أو أقالك الله، فإنه كناية، لأن القاعدة أن ما استقل به الشخص وأسنده لله تعالى كان صريحا لقوته بالاستقلال، وما لا يستقل به الشخص وأسنده لله تعالى كان كناية. وقد نظم ذلك بعضهم بقوله ما فيه الاستقلال بالإنشاء وكان مسندا لذي الآلاء فهو صريح ضده كناية، فكن لذا الضابط ذا دراية. أنت لما بتشتري يعني ايه؟ يعني لو انت بتشتري حاجة او بتبيع حاجة، بياع انت، فبتقول للمشتري ايه؟ باعك الله هذه البضاعة، والتاني ما قالش قبلت، لا يتم، لان انت ما بتستقلش في عقد البيع. عقد البيع لابد من ايه؟ من بائع ومشتري كده برضو. انما في الطلاق انت مستقل، واضح؟ فلو قال طلقك الله وقع، بخلاف ما لو قال باعك الله او اقالك الله، اقالك الله، لان اذا قال اقالك الله شرط الاقالة ان يقبل الطرف الاخر، ولو قال باعك الله شرط البيع ان يقبل المشتري بالثمن والمبيع، مش كده برضو؟ فلو لم يقبل ما يتمش حاجة، يبقى كناية. فهمت؟ يبقى ساعتها كناية. المشتري يقول له تقصد ايه يعني؟ يقصد اقصد ان انا بعتك اياه بكذا، يعني يقول له قبلت، تم البيع، لانه قال له تقصد ايه من باعك الله يعني، فاهم؟ انما في الطلاق يقول طلقك الله، وهو ايه؟ في ايده كل الامر، مش محتاج طرف اخر، فهو مستقل وقع. واضح الكلام؟ يبقى صريح مش كناية. ما فيه الاستقلال بالإنشاء وكان مسندا لذي الآلاء، اللي هو صاحب الايه؟ القرار يعني والتصرف، فهو صريح ضده كناية، فكن لذا الضابط ذا دراية. قول وأنت طالق، ولو أتى بالتاء المثنى من فوق بدل الطاء، لا أنت تالق، أنت ايه؟ تالق،
يعني رقيق كده، بيقولها بالتاء يعني مش بالطاء. أنت تالق، كأن قال أنت تالق، كان كناية، سواء كانت لغته كذلك أم لا. وعشان كده الدكتور علي جمعة علم الطلبة أو المشايخ اللي في دار الإفتاء، لو قال له، لو قال واحد عمي قال له أنا قلت لمراتي أنت طالق بالهمزة كده، يبقى إيه؟ كناية. يسأله قصدك إيه؟ لو قال لك قصدي أطلق يبقى يقع طلاق، لأن طالق بالهمزة غير طالق. فهمتني إزاي؟ فيبقى إيه؟ لو أنت طالق بلغة العوام بالهمزة كده يبقى كناية وليس صريح. ها؟ يعني غالب الطلاق اللي بيقع من عوام الناس كده، اللفظ ده كناية، اللفظ ده كناية. يعني تسأله لو قصد الطلاق وقع، لو قصر بهذا اللفظ الطلاق وقع الطلاق، فلازم تسأله أنت قصدك إيه؟ واضح؟ ها؟ لو بيتلاعب ربنا يسأله، هو ربنا اللي هيسأله مش الشيخ اللي هيسأله بقى. مش في آخرة وفي ضمير وفي نفس لوامة وفي يوم حساب، هيروح فين؟ فلازم نسألك. ها؟ لا، ما هو قال لك لو لفظ مستعمل ترجمة لهذا اللفظ الطلاق بس وهما الاثنين فاهمينه يقع صريح. لا، لكن لو قال مثلا ايه؟ ديفو، ديفو بس ما قالش ديفورس، قال ديفو ما كملش. كناية. تقصد ايه ديفو؟ ايه دي؟ تفتح القاموس ايه ديفوري؟ مفيش كلمة اسمها دي، دي جزء من كلمة. فاهم؟ يبقى ساعتها اسأله بقى. انما لو قالها كاملة كأنه قال طالق بالقاف كده، وراجل بيقلقلها بقى قاعد عند المشايخ وعارف ان القاف حرف القلقلة. ها؟ مش كانوا يقولوا ايه؟ انت طالق بعقد الايه؟ بعقد القاف؟ كانوا بيقولوا كده زمان في الافلام القديمة. ها؟ ايام اجدادنا يعني. ليه؟ لانه كانوا مشايخ فاهمين. بعقد القاف يعني، يعني علشان الشيخ ما يبقاش ليه اي وسيله يطلعك منها، انت لبستيها خلاص. فبيقول هنا ايه؟ ولو اتى بالتاء المثنى من فوق بدل الطاء كان قال انت تالق، كان كنايه سواء كانت لغته كذلك ام لا. ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق زوجته، الجميع النساء طوالق، هو لا يملك من النساء دول كلهم الا واحد، فهل مراته تدخل؟ هي دي ندخل في مساله اصوليه، هل المتحدث المتكلم يدخل في عموم كلامه ولا لا يدخل في عموم كلامه؟ فمن قال ان المتكلم يدخل في عموم كلامه الا تطلق زوجته، ولمن قال ان المتكلم لا يدخل في عموم كلامه، وهي مذهبان عند الاصوليين، يبقى لا تطلق. واضح؟ ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق زوجته إن لم ينوي طلاقها بناء على الأصح، من أن المتكلم الأصح، يعني في مقابل للأصح صحيح، مقابل الأصح إيه؟ صحيح برضه. بناء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه، حتى لو قال نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي لم تطلق أيضا، لأنه لم يصرح فيها بالخبر. قال وأنت يا زوجتي إيه؟ ما سكت. النساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي. طب وأنت يا زوجتي إيه بقى؟ فين الخبر؟ وأنت يا زوجتي استمري على ما أنت عليه من الزواج، ولا أنت كمان طالق زيهم؟ مش يحتمل؟ يحتمل، يبقى يخرج. واضح؟ لم تطلق أيضا لأنه لم يصرح فيها بالخبر وهو طالق، مع أنه لابد من التصريح بالجزئين، فإن قال طالق ولم يقل أنت لم يقع به شيء، وإن نواه ما لم يتقدم ما يدل عليه، كأن قالت له أنا طالق فقال طالق، لأنه حينئذ كالمذكور، بخلاف ما لو قال طلقت نساء العالمين وزوجاتي فإنها تطلق لتسليط العامل عليها بطريق عطف المفردات
فإن التقدير وطلقت زوجتي. ومطلقة بفتح الطاء وتشديد اللام بخلاف مطلق مطلقة بسكون بخلاف مطلقة بسكون الطاء وتخفيف اللام، فهو كناية وإن كان الزوج نحويا. يعني إيه؟ يعني متخصص في النحو. واضح؟ ونقف عند هذا. الفراق والصراحة. أصل هي أمثلة كتيرة كده علشان بس إيه؟ تعرف إن المسألة بتحتاج إلى فهم في اللغة، والمفروض إن المسلم لا يتلاعب بالألفاظ، يطلق لما يكون واضح عايز يطلق، وما يطلقش لو هو مش ناوي يطلق عشان ما يقولش كلام ما يصحش. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.